فمن أراد أن يعمل عملا فعليه أن يوازن بين ما يفنى وما يبقى، بين ما يفنى وما يبقى. الباقيات الصالحات باقيات، وقد عبر عنها القرآن الكريم بأنها الباقيات الصالحات. في الباقيات الصالحات أن يقول الإنسان الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.